حتى نفهم موضوع حقوق الإنسان، نجي نجزء المصطلح هذا، شنو يعني حقوق الإنسان؟ أولاً حتى ناخذ مفهوم الحق، أكو اتجاهين صار بمفهوم الحق. بالبداية قالوا أنه الحق هو شنو؟ هو سلطة، ده تشوفون، هو سلطة أو مكنة أو مصلحة يعترف بها القانون للفرد ويحميها. إذن يعني أكو اتجاه اللي هم اتجاه المفكرون، مفكرون المدرسة الطبيعية أو المذهب الفردي الغربي، كانوا يقولون أنه يعني الحق هو سلطة أو مكنة أو مصلحة يعترف بها القانون ويحميها. إجوا جماعة المدرسة الواقعية أو الفكر الواقعي الاجتماعيين، قالوا احنا اذا قلنا بهالشكل، اذا قلنا الحق انه هو مصلحه يعترف بها القانون ويحميها، ها راح تشجع النزعه الفرديه. طبعا هم كانوا ينادون، ليش المذهب الفردي ينادي؟ لان هو اصلا المذهب الفردي يشجع الفرد، يشجع على سلطه الفرد. بس من اجوا جماعه المدرسه الواقعيه او اصحاب الفكر الواقعي، قالوا لا، هذه تشجع عندنا النزعه الفرديه عند الشخص، من نقول انه الحق ربما يروح يستخدمه، يعني يقول انه هذا حقي ويستخدم الحق لاي مصلحه كانت. فخلوا شنو؟ خلوا شرط على موضوع استخدام الحق، شنو؟ تحقيقا، تشوفون؟ تحقيقا لمصلحه مشروعه يعترف بها، من يعترف بها؟ يعترف بها القانون ويحميها، من يحميها؟ القانون يحمي المن؟ يحمي الحق. اذا نفهم من هذا شنو؟ هنا نفهم شنو؟ الحق غير مطلق، إنما مقيد. يعني مو أنت، مو أنا أجي أقول أنا عندي كل الحقوق وبالتالي ممكن أتجاوز بحقوقي على حق الآخر، هذا الشيء ما يصير. ليش؟ لأن الحق مالتي مقيد مو مطلق، مثل ما أنا عندي حق الآخر أيضا له نفس الحق. مثلا عندي حق التعليم، الآخر أيضا له حق التعليم، فما يجوز أني أجي أتجاوز بحق التعليم مالتي على حق التعليم عند الآخر، أو حق الحياة، ما يصير أني أتجاوز بحق الحياة الموجود عندي على حق الحياة للآخر. فالحقوق هي موجودة لكن هي مقيدة. مقيدة بشنو؟ طبعا هسه أغلبكم يمكن يسأل ويا نفسه، يقول يعني كل هاي موضوعات حقوق الإنسان وما أدري شنو، احنا بالعراق ما عندنا حقوق انسان. لا، احنا بالعراق عندنا حقوق انسان، وراح من نجي نشرح على موضوعات العراق راح اقول لكم شلون العراق عنده حقوق انسان. يعني لن نكون دائما متشائمين، جزء من تفاعلنا كلنا هسه اللي حاضرين بهذا الاجتماع باللاوعي احنا عندنا تفاؤل. احنا دا ناخذ محاضرات الكترونيه متحدين الوضع الموجود الحالي الاستثنائي، فاحنا باللاوعي احنا متفائلين، فجزء من تفاؤلنا هو هذا حقنا، من حق من حقوقنا. راح نجي بعدين بالتفصيلات انه شنو الحقوق الموجوده، شنو الحقوق الما موجوده، شنو اسبابها، ليش ما موجوده. بس حاليا بدنا نحكي نظري، نظري بحت. فقلنا انه الحق غير مطلق، الحق مقيد. مقيد بشنو؟ مقيد بشغلتين. يعني شنو هن؟ مقيد بحمايه القانون له، ده تشوفون من أشر لكم، هذا قيد من القيود التي ترد على الحق. والحق الثاني شنو؟ استخدام الحق لمصلحة مشروعة. يعني شنو؟ خلي نجي نفصل القيدين يعني هذولا. الحق مقيد بحماية القانون له. على سبيل المثال أنا رحت اشتريت قلم من مكتبة، صار خلاف بيني وبين صاحب المكتبة على موضوع القلم، مثلا ما انطيته فلوس وتجنيت عليه بأنه أنا انطيت، أو انطيت الفلوس وهو اتجنى عليه بأنه أنا ما انطيت، أو صار خلاف على موضوع القلم. كان أكو حاضر شخص قريب علينا سمع الحوار، أو صاحب المحل عنده كاميرات في داخل المحل صورت وسجلت الحوار. من صار الخلاف بيني وبين صاحب المحل على موضوع القلم، أحيل الموضوع لمن؟ للحاكم، للقاضي، حتى يحكم بيناتنا هل القلم حقي لو مو حقي. أنا من بالبداية من اشتريت القلم مبدئيا هذا القلم صار حق إلي، لكن صار خلاف عليه، أحيل الموضوع لمن؟ للحاكم، للقاضي، اللي يحكم شنو؟ يحكم بالقانون.
من سمع القاضي مثلا من هذا الشخص اللي كان واقف قريب علينا، سمع الحوار مثلا او شاف التسجيلات مالت الكاميرات، اقر القاضي، اقر وفق القانون بانه هذا القلم يرجع علما لصاحب المكتبه، لان قانونا لقى اكو فد شيء يرجع القلم لصاحب المكتبه. قلنا انه احنا من اشتريت القلم اني مبدئيا بالبدايه هذا صار حق الي مبدئيا، لكن القانون حكم بانه القلم يرجع الى صاحب المكتبه. شنو اللي صار؟ القانون ما حمى الحق اللي بالبدايه صار مبدئيا الي. اني من اشتريت القلم مبدئيا صار الي، صار حقي، لكن من صار خلاف القانون ما حمى الحق هذا، فما عاد الحق حق الي. ليش؟ لان القانون ما حمى لي اياه. فهذا القيد الذي يرد على موضوع الحق اللي هو شنو؟ ان يحمي القانون. القانون المفروض يحمي لي الحق حتى يصير الحق حقي، لكن ما حمى لي اياه. هذا القيد الاول، اعتقد وصلت الفكره. القيد الثاني ان يتم استخدام الحق تحقيقا لمصلحه مشروعه. يعني شنو؟ مثلا انا رحت اشتريت من ابو السلاح او محل بيع الاسلحه، اشتريت سلاح، هدفي شنو؟ مصلحتي شنو من السلاح؟ للدفاع عن النفس. جبت السلاح ورا يومين ثلاثه استخدمت السلاح لمن؟ طبعا موضوع الدفاع عن النفس مقر به يعني امميا، واحده من حالات القتل المجازه هي مثلا الدفاع عن النفس، انت تريد تدافع عن نفسك، اكو هجوم صار عليك من شخص او من مجموعه، فانت تريد تدافع عن نفسك تقتل، هذا دفاع عن النفس. لكن من اني جبت السلاح اشتريته غرضي تحقيق مصلحه مشروعه اللي هو شنو؟ دفاع عن النفس. لكن جبته ورا يومين ثلاثه رحت اني هجمت بيه على شخص اخر وقتلته، هنا اني ما استخدمت السلاح لمصلحه مشروعه، لا انا هنا استخدمت السلاح لمصلحه غير مشروعه، فهنا ايضا القانون ما راح يحمي لي هذا الحق. ليش؟ لان استخدمته لمصلحه غير مشروعه. ف هن هذول القيدين اللذين يردان على الحق، اما حمايه القانون له او ان يتم استخدام الحق تحقيقا لمصلحه مشروعه. ربما يجيكم مثلا فراغ، الحق غير مطلق وإنما مقيد بفراغ وفراغ، أو ربما أجيب لكم شنو؟ أجيب لكم مثلا الحق، أجيب لكم صح وخطأ، مثلا أقول لك الحق مطلق وغير مطلق وغير مقيد، هذا راح يكون جوابه خطأ، لأن الحق قلنا مقيد وغير مطلق. أو ربما أجيب لكم الحق مقيد بقيد واحد، خطأ، الحق مقيد بقيدين، حماية القانون له وتحقيقه لمصلحة مشروعة. احنا عندنا الحق بثلاث عناصر حتى يكتمل. شنو للحق ثلاثة عناصر حتى تكتمل جوانب الحق او عناصر الحق؟ شخص الحق اللي هو صاحب الحق، مثلا اكون انا او انت او اي واحد يكون، هذا هو شخص الحق. ومحل الحق اي الشيء الذي يرد عليه الحق، او العمل الذي يرد عليه الحق، او الحق يعني هو العمل نفسه، يعني اي موضوع يصير عليه الحق هو هذا الموضوع يكون محل الحق. واخيرا الحمايه القانونيه للحق. ايضا هذني هاي الثلاث عناصر ممكن تجيكم يعني على شكل فراغات، او ممكن تجيكم على شكل عدد او صح وخطا حتى تكون ببالكم. وايضا عندكم تعريف الحق مهم، هذا هو التعريف المطلوب، سلطة أو مكنة يمنحها القانون للإنسان تحقيقا لمصلحة مشروعة يعترف بها ويحميها. لهنا أحد عنده